صرنا سنة ما سافرنا ولأول مرة عم بقول عبيد أجي أشوف الأجواء بالمطار. كنت فكر رح يكون ما في حدا مش ما نشوفهم بالفلونة أو الأخبار، فل 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 كأنه صيفية والناس رايحين على هوليداي. الفرق الوحيد أنه عجقة أكثر والكل لابس ماسك. All the rest is good. السوشيال ديستانسينج مظبوط، الكل بعيد عن بعضه على قليل مترين و فل سيف، بس الكل لابس ماسك. بعد الديوتي فري مثل ما هو، عجقاني صارت تعمل شوبينج، حياة عادية. ان شاء الله نجرب التياتين الجديد، في اثنين صفين هون. رح فرجيكم اللاونج على السريع ولازم اركض على الجيت لانه السفر مفتوح. في اثنين بار، البار هونيك شيلوه لانه كثير الناس تكون قريبه على بعضها، هذا البار اللي هو في ناس بتقف قدام بعضها، كل الاكل ملفوف لف اند سيف. لاونج الناس قاعده عم تشرب قهوه. لايف كونتينيوز. الطيارة كلها جديدة، صارت أضيق أرق شوي منها هالقد سميكة، حسيت هيك أوسع، كلها جلد، محل هون بتحط فيهم الأغراض، التي في بيشيلوه، هلا منفكر منفتش، I don't know، بهدلنا. هنا في كبسه على الطرف لازم واحد يضل كبسه بيطلع على الاخر. بيك سكرين نيو تكنولوجي، الاوتيسات لابسين من فوق لتحت ماسكات. سو كانت ويت فور ذا اكسبيرينس. ليتس جو. قطب يزرع بالنص وشوي احمر على الاطراف. كول نيو افكت. Welcome aboard Middle East Airlines. طيران الشرق الاوسط يرحب بكم. نبدا رحلتنا بإلقاء نظرة على ارشادات السلامة.
حبيت سكرين اول شيء كلها تاتش موفيز وبنمشي فيهم واحدة ورا الثانية عربي سيريز بزنس سبورتس تاتش سكرين كتير سريعة وكتير ريسبونسيف That's a great start. بس ما في كتير أفلام. Settings. Internet. Stay connected. قديش كنا صرنا ناطرين هذا الشيء قديش صرنا ناطرين هذا الشيء فاينالي انترنت اون بورد مسجينج ببلش في بيطلع لكم 20 ميجا بايت رح فوت هلا اشوف البريميوم قديش بكلف وقديش وقت وقديش بيطلع لنا وخبركم عنه يلا خلينا نكبس $13 بيطلع لي 200 ميجا بايت سوبر براود فيري نايس بعد زيت الترويقة وأنا بحبها كتير بحب دايماً الكنافة كنفتهم كتير طيبة قد ما الناس تقول أنا بحبها كتير الفرق تبعها مظبوط السويت بس مظبوطة الأومليت عظيمة مثل العادة بس أهم شيء شو اللبنة أهم شيء اللبنة ما بعرف ليش اللبنة بالجو بتصير طعمتها كتير طيبة مع أنا بعتقد عناية بعد ما هيك عملت شوية انفستيجيشنز بس سوبر طيبة وشغلة صغيرة تغيرت إنه في فوطة بس ما في شرشف هيدا الشغلة الوحيدة اللي تغيرت وأكيد كل الخبز بنايلون هو اللي بعده بنايلون All great It's breakfast time Best party هيدا الكروسون مع هيدا اللبنة هيدا اللي بتكلوها باللاونج تروحي تروح بالطيارة بتعقل كروسون زيتون مع لبنة I love it. نرجو منكم العودة إلى مقاعدكم السعادة لهبوط الطائرات. تأكدوا من أن أمتعتكم موظبكة بشكل آمن وأن ظهر المقعد هو في وضعية مستقيمة. نص الطريق قطعناه بعد في نص التاني قديش بدنا وقت تفوت لجوا شو البروسيجرز هات نكتشف سوا تغيرت الطريق يعني في غير طريق واحد لازم ياخذها بعدين لازم ضروري واحد ينزل الابلكيشن لانه بلاها ما بيفوت وفي شي 100 ورقة على الطريق بذكركم انه لازم تنزل ابلكيشن فبتعبوا ورقة بالبيت في ورقة بتعبوها بالطيارة وبتنزل ابلكيشن ونلحق الطريق لنشوف وين رايحين بي سي ار تيست اول مرحلة عطينا الباسبور واخذنا هيدا الكيس تاني مرحلة وصلنا على محل فيه اوض كتير
جنرال اوفرفيو. اول شيء انا عم اثنين بيسار ببيروت وصلوا على دماغي، يعني شو بدي اخبركم، هون بيسار انا عم شوي حاول ما حسيت عبالي اقطص ما دمع عيوني اند اي فيل فاين. سوشيال ديستانسينج هيدا بعتقد خزعبله عالميه، لانه ولا ببيروت ولا هون كلنا عم ندق بعضنا ونخبط بعضنا. فبتقطع اول مرحله بتاخذوا الكيس بتروحوا بي سي ار بياخذ قصه 30 ثانيه بنزل لكم اثنين ستيكر على الباسبور. لهلا صرنا جوا بس بعد ما حدا شاف الفيزا. سو نيكست ستيب بعتقد صار لازم نفوت على المنطقه وناخذ الفيزا، وبعتقد لازم نروح نقعد بالاوتيل ست ساعات او اكثر وما نهز الا ما يبعثونا مساج على الابلكيشن. ذاتس ويت اند سي. لكن هلا شو رح نعمل؟ هلا ناطرين ومشي. انا بقول شي 6 ساعات بحضر يوتيوب تبع واحد اسمه أنطون الحي بالمي. ايه انا معك، نطلب روم سيرفيس واكل. فيزا 30 ثانيه خلصنا ظهرنا يلا لوجج اند وير اوت. جريت اكسبيرينس، ما كتير غير علينا الا هذا الماسك، بتحسوا حالكم معبئين كل الوقت. منيح جاي الشتويه خلصت الصيفيه. لكن اذا مسافرين بهالايام كوفيد 19 هيدا الاكسبيرينس كلها سوا. هلا دهنا من المطار، اخذنا السياره، رحنا على الاوتيل، ومن هلا تيجينا المساج انه فينا نتحرك، ممنوع نتحرك. يلا وقت الرواق، نتفليكس، اكل، ونرتاح بعد كل هالوقت الصعب اللي قضيناه اخر سنه. سي يو، اي هوب يو انجويد ات.